السلام عليكم ورحمة الله. ده كده ملخص للجرامر بتاع الوحدة الرابعة تانية ثانوي. تعالوا نبص بقى، وعايز تركيز جامد أوي. أولا كلمة شود، شود يعني يجب، يعني أقول لك يو شود ستادي، يجب أن تذاكر، بتساوي بالظبط يو اوت تو، يو اوت تو ستادي. يبقى أنا عندي كلمة شود واوت تو بيستخدموا في الأدفايس، في النصيحة. طب عكس شود، ما ينفعش إن أنت تعمل حاجة دي، يو شودنت سموك، يو اوتنت تو سموك. شود هي اوت، بس اوت بيجي بعديها تو والانفينيتيف، انما شود وشودنت بيجي معاها بعديها الانفينيتيف من غير تو. يبقى انا عندي دلوقتي كلمه شود واوت بيستخدموا للايه؟ للادفايس، ادفايس ادفايس يعني النصيحه، او بيستخدموا في الاوبينيون يعني في الراي. طب انا عايزه اقول لك بقى، في حاجه اسمها من الماضي النصيحه، يعني لما اجي اعمل لحد حاجه اسمها بليم. يعني ايه بليم؟ يعني الوم، او ان انا بعمل لنفسي ريجريت. يعني ايه ريجريت؟ يعني بندم. يعني بقول لك ايه هنا؟ بقول لك يو شود ستادي، يجب تذاكري. لو انت جبتي درجه وحشه اقول لك يا ريتك كنت ذاكرتي. يبقى شو يو شود هاف ستادد. يبقى دلوقتي كان المفروض ان انت تذاكري. يعني الماضي من شود، شود هاف وتصريف تاني، والماضي من شودنت، شودنت هاف وتصريف تالت. لما اقول لك يو شود هاف ستادد كان المفروض تذاكري امتى؟ في الماضي. يو شودنت هاف ويستد يور تايم، ما كانش المفروض ان انت تضيعي وقتك. ماشي. يو شود هاف، you should have cleaned the room. كان المفروض ان انت تنظفي الحجرة. cleaned the room في الماضي. يبقى انا كده بعمل لك ايه؟ بعمل لك بليم. يعني ايه بليم؟ يعني بلوم. كان المفروض ان انت تنظفي الحجرة. should have cleaned the room. طب لو انا عايزة ابدأ بكلمة the room هنا في الماضي، اقول ايه؟ the room should have been cleaned، عشان دي هتبقى passive. يعني should have وتصريف تالت لما اجي احولها لباسيف هي، بس بعدها بحط ايه؟ كلمة بين. يعني لما ابدأ بالمفعول استخدم should have been. يعني the room should have been cleaned، الحجرة كانت يجب ان تنظف. the room shouldn't have been been dirtied، ما كانش المفروض ان هي تتوسخ. ماشي. بص هنا، طب هنا عايزة اجيب الباسيف، يعني should study English، English should be studied. يبقى شود اللي هي بتاعت النصيحة اللي هي معناها يجب لما اجي اعملها باسيف، يبقى شود بي وتصريف تالت. انجليش شود بي ستادد، هوم وورك شود بي ريتن، انما هنا هوم وورك شود هاف بين ريتن، الواجب كان يجب ان يكتب. يبقى دي للنصيحة، ودي الماضي بتاعها بستخدمه في البريم وفي الريجريت. يبقى هنا لما اجي انصح حد اقول له يو شود ستادي، طب لما اجي الومه اقول له يو شود هاف بين، يو شود هاف ستادد. ماشي. في الباسف، في الباسف دي بستخدم شود بي وتصريف تالت، هنا بستخدم شود هاف وتصريف تالت. طب نبص كده على كلمة كان، كان يعني يستطيع، هي ام واذ وقال وذات قلت. لما اقول اي كان سويم، استطيع ان اسبح، هي ايه؟ اي ام ايبل تو سويم. ماشي. طب في الماضي بقى، انا كنت بعرف اسبح، انا كان عندي القدرة ان انا اعرف اسبح وانا صغير، كان لدي القدرة. يبقى اي كود سويم هو من اي ووز يونج، انا كان لدي القدرة. يبقى الماضي من كان، كود والمصدر. يبقى كود، الكود بتاعت كود والمصدر دي القدرة في الماضي، نركز قوي فيها. يبقى أنا كان عندي مقدرة في الماضي، كود والمصدر، بس كده. يبقى الماضي من كان، كود والمصدر. بص حاجة بقى تانية اسمها الديدكشن. يعني ايه الديدكشن؟ يعني الاستنتاج. he must be at home، أكيد هو في البيت. يعني أقول ايه؟ أنا سامع صوت التلفزيون عالي قوي، يبقى أكيد هو في البيت، he must be at home. طب انا عمال اخبط عليه وارن الجرس وكل حاجه، بس هو ما فتحليش الباب، يبقى اكيد هو مش في البيت، he can't be at home. ماشي. هو النور مفتوح، احتمال يكون في البيت، he could او might be at home. يبقى could و might دي للاحتمال. ماشي. طب نبص بقى، طب كانت دي اللي هي بتاعت الدكشن دي، اكيد هو مش في البيت، ممكن استخدم مكانها couldn't be at home، اكيد هو مش في البيت. طب الماضي من دي، الماضي من he must be at home،
الماضي مين؟ ماست بي بتاعت الاستنتاج، ماست هاف بين ات هوم، اكيد هو كان في البيت في الماضي. هي كانت هاف بين ات هوم يسترداي، اكيد هو ما كانش في البيت امبارح. هي كودنت هاف بين ات هوم، هي ماي، هي كودنت هاف بين ات هوم، معناها اكيد هو ما كانش في البيت امبارح، انما في الاحتمال اقول مايت. طب يو ماست ستادي، يجب ان تذاكر. هي هل دي معناها هي دي؟ لا، يو ماست ستادي، يجب ان تذاكر. طب الماضي من ماست بتاعت اللي هي اللي معناها يجب، هاد تو، يو هاد تو ستادي، وعكسها يو ماستنت ويست يور تايم، لا يجب ان تهدر وقتك. يبقى دلوقتي عندي ماست دي بتاعت الاستنتاج، اكيد هو في البيت، الماضي منها ايه؟ ماست هاف وتصريف تالت، انما هنا لا يجب. يبقى في ماست معناها اكيد، وماست تانية معناها لا يجب. ماست اللي معناها لا يجب الماضي منها هاد تو ونفيها ماستنت، انما ماست اللي معناها اكيد الماضي منها ماست هاف وتصريف تالت، يعني ماست هاف بين، وعكسها كانت بي او كودنت بي. كود بقى، كود بي ده هي دي احتمال، والماضي منها كود هاف بين او مايت هاف بين. يبقى انا هنا لما اقول كود هاف بين معناها مش معناها ان انا كنت قادر في الماضي، لا، ده احتمال يكون كان كذا في الماضي، انما لما اقول كنت قادر في الماضي يبقى كود والمصدر، يبقى دي لا يمكن ان هي تستخدم للمقدره. كود هاف وتصريف تالت دي ما بستخدمهاش خالص عند المقدره في الماضي، امال ايه اللي بستخدمها ان انا اقول انا كنت اقدر اعمل حاجه في الماضي؟ كود والمصدر. لما انا اقول لك كده في اكسبريشن كمان عايزين نقوله، يو شود بي studying now. ايه should be studying now؟ يعني المفروض ان انت تكون بتذاكر دلوقتي. يعني انا دخلت لقيت حد بيتفرج على التلفزيون، فاقول له ايه؟ you should be studying now. كان المفروض ان انت تكون بتذاكر دلوقتي، هو ما بيذاكرش، فانا بقول له لا، المفروض كنت بتذاكر. واحد ما وصل متأخر وفاته القطر، فاقول ايه؟ he should be traveling now. كان المفروض دلوقتي ان هو يبقى مسافر، لكن هو ايه؟ فاته القطر ومسافرش. كان المفروض ان هو بيكون بيعمل حاجة دلوقتي، يبقى فيها استمرارية. تعالى نضرب على الحاجات دي كده التركيز. جرامر. My paragraph will yesterday it was full of mistakes. معناها ايه؟ معناها يا ريتني كنت كتبت الباراجراف كويس امبارح، ده كان مليان في المنطقة امبارح دي. يبقى انا استبعدت should check، ولا يا ريتني كنت ان انا كتبته ان انا راجعته كويس. يبقى هقول ايه؟ يا ريتني كنت رجعت في مرة. الماضي بقى من should بتاعت اللي هو يا ريتني، بتاعت الندم regret I should have checked. كان المفروض ان انا راجع الباراجراف امبارح، ده كان مليان. عرفنا منين ان هي في الماضي؟ كلمة yesterday وكلمة was. My teacher asked to read short stories to improve our English. يعني المدرس بتاعنا شجعنا ان احنا نقرأ قصص قصيرة عشان نحسن الانجليزي. يعني ايه شجعنا؟ يعني encouraged. I missed the first lecture. I missed the first lecture. يعني أنا فاتتني المحاضرة الأولى. I not up late last night. يا ريتني ما كنت سهرت امبارح. بتكلم في الماضي. يعني should و have وتصريف تالت. بس هو بيقول إيه؟ يا ريتني ما كنتش سهرت. يبقى I shouldn't have stayed. ولا يا ريتني كنت سهرت. لا، يا ريتني ما كنتش، يبقى shouldn't have stayed. I traveled by train. I not by car but I felt tired. انا سافرت بالقطر. انا كان عندي القدره ان انا اسافر بالعربيه. احنا قلنا كان عندي القدره في الماضي، ما اقربش من كود هاف ولا الكلام ده خالص. انا هقرب، ما اقول ايه؟ I traveled by train, I not by car, but I felt tired. انا سافرت بالقطر، كان عندي المقدرة ان انا اسافر بالعربية لكن حسيت ان انا تعبت. طيب انا عندي كلمة might have traveled، احتمال ان هو يعني ان عندي، انا عندي must have traveled، اكيد سافر. might have traveled ربما سافر، وعندي برضو could have traveled معناها برضو ربما سافر، لكن كمان could have traveled ممكن يكون ليها معنى ان كان عندي المقدرة، كان عندي المقدرة في الماضي ان انا اسافر بالعربية لكن حسيت ان انا ايه؟
تعبان، يبقى هنا I traveled by train. كان ممكن كان عندي المقدرة ان انا اسافر بالعربية، لكن انا حسيت ان انا تعبان، يبقى انا هنا عندي دي ليها معنيين، ان انا كان عندي المقدرة في الماضي، وان انا احتمال في الماضي اكون سافرت. فاكيد لا، يعني اكيد ما انا ما سافرت، اكيد انا عارف ان انا ما سافرتش، يبقى دي غلط. might have traveled، يبقى could have traveled معناها ان انا كان عندي المقدرة ان انا اسافر بالعربية لكن انا كنت تعبان، يبقى الاجابة بتاعتها could have traveled. we not meet when we went to the market، it was possible، كان ممكن. but we referred to buy fish، يعني احنا كان عندنا المقدرة ان احنا نشتري لحمة واحنا في السوق، لكن احنا فضلنا ان احنا نشتري سمك، كان عندنا المقدرة في الماضي، يبقى we could have bought. she met Ayman in the club yesterday because he was ill، اكيد هي ما ينفعش، هو لو هي اكيد قابلته يبقى she must have met، اكيد قابلت ايمن في النادي، لكن هو امبارح كان مكان تعبان فما راحش النادي، يبقى اكيد ما قابلتهوش، يبقى she couldn't have met ايمن in the club yesterday. what yesterday to avoid making that bad mistake I feel sorry now. هو كان المفروض اعمل ايه امبارح في الماضي؟ should I do دي مضارع، كان المفروض اعمل ايه في الماضي عشان اتجنب الخطأ ده؟ ماذا كان يجب علي ان افعل بالامس؟ What should I have done yesterday? What should I have done yesterday to avoid making that bad mistake? What should I have done? The tour guide warned the tourist المرشد السياحي حذر السياح ألا not to go into the desert. ألا المفروض قال لهم إيه؟ قال لهم don't go into the desert. فdon't تتحول إلى not to. يبقى not to go into the desert. I that had I would like silly and people would laugh at me. ما كانش ينفع، ما كانش ينفع. I couldn't have worn. couldn't have worn معناها ما كانش ينفع ان انا البس الطاقية دي، انا كنت هبدو سيلي، سيلي يعني سخيف، والناس كانت هتسخر مني. I can't find my glasses، مش لاقي النظارات بتاعتي. can you me to look for them، ممكن تساعدني ان انا ادور عليها. can you help me. I wasted the time doing nothing at the airport، ضيعت الوقت ما بعملش حاجة في الايه في المطار في الماضي. يا ريتني كنت جبت كتاب، يا ريتني كنت جبت كتاب، مش يجب، يجب يبقى should هو المصدر، انما يا ريتني كن يبقى should have وتصريف تاني. I should have brought a book to read. you know what his phone ringing he hasn't got a phone، هو ما عندوش تليفون، يبقى اكيد لا يمكن تكون انت سمعت التليفون، لا يمكن، لا يمكن يعني ايه can't او couldn't have وتصريف تاني. you couldn't have heard، couldn't دي اللي هي عكس ايه، عكس must. لو انا قلت you must have heard اكيد انت سمعت التليفون بتاعه، انما عكس must بتاعت الديدكشن can't او couldn't. couldn't have heard اكيد انت ما سمعتش، يبقى you couldn't have heard his phone ringing. you bought a new camera which wasn't necessary، انت اشتريت كاميرا جديدة ده ما كانش ضروري. I could have lent you mine، يبقى انت ما كانش لازم، انا بقول لك ما كانش المفروض تعمل حاجة، يبقى you shouldn't have bought a new camera، ما كانش لازم، كان ممكن اصرفك بتاعتي. you shouldn't have وتصريف تاني. she to the restaurant if she would left work earlier، كان ممكن تروح، كان عندها القدرة ان هي تروح المطعم، كان عندها القدرة في الماضي، لكنها لو سابت الشغل بدري يبقى she could have come. the exit doors باب الخروج were blocked so people، ال exit door باب الخروج كان مغلق so people from the burning home، من صالة الحريق كان مغلق. بيقول هنا ان باب الخروج كان مغلق، عشان كده الناس اكيد الناس ما قدروش ان هم يخرجوا من الصالة المحترقة، اكيد الناس ما قدروش، الباب كان، يبقى لو كان قدروا يبقى must have escape، لما هم ما عرفوش يبقى اكيد ما عرفوش، عكس must بتاعت induction عكسها can't او couldn't. so people couldn't have escaped from the burning home.
Why did you tell your friends about the secret؟ انت ليه قلت لصحابك على السر؟ You know not knowing about it. كان المفروض ان انت ما تقولش حاجة يعني، كان المفروض ان انت ما تقولش حاجة، يبقى you should have said nothing about it. خلي بالنا ان nothing ما بيجيش معاها منفية، فعشان اقول you shouldn't have said nothing، لو كان nothing ما بيجيش جملة معاها منفية. كان المفروض ان انت ما تقولش حاجة، يبقى you should have said nothing. You possibly give me a lift to the next village. ممكن ده كده عرض وطلب، في العرض والطلب بستخدم could. انا ممكن could بستخدمها في العرض والطلب. Could you possibly، ممكن هل من الممكن ان انت give me a lift، ان انت توصلني للقرية اللي جاية. I bought a sweater at H and M last Friday. انا اشتريت sweater الاسبوع اللي فات. You not have bought it on Friday. H and M is shut on Friday. اكيد انت ما اشتريتهوش يوم الجمعه، لان هما بيكونوا قافلين يوم الجمعه. اكيد انت ما اشتريتهوش، يبقى you couldn't have. Tom's had another accident. توم عمل حادثه تانية. He not till the main road was clear. كان المفروض ان هو ما ي... كان المفروض ان هو ينتظر لحد ما الطريق يبقى صافي او واضح، ما يكونش فيه خطر، ما يكونش فيه ضباب. يبقى كان المفروض، انا بلومه دلوقتي، يبقى should have وتصريف تاني، يبقى he should have waited till the main road was clear. كان المفروض يستنى لحد ما الطريق يبقى صافي. I had to walk home yesterday. أنا اضطريت أمشي لحد البيت امبارح. I had no money for my fare. ما كانش معايا فلوس. Why didn't you tell me I not you that, that money. كان عندي المقدرة إن أنا أسلفك الفلوس في الماضي، ماشي، كان عندي المقدرة إن أنا أسلفك، يبقى I could have lent you the money. بيتر wasn't at the scene of the cinema. بيتر ما كانش في مشهد الكرايم الجريمة. So he have been guilty. أكيد هو، أكيد أكيد هو ما ارتكبش، أكيد هو مش مذنب. لو أكيد هو مذنب يبقى must have been guilty. عكس must have been بتاعت الاستنتاج، can't have been أو couldn't have been، يبقى he couldn't have been guilty. You look tired. شكلك تعبان. You to bed earlier last night. كان المفروض تروح تنام بدري الليلة الماضية. كان المفروض، يبقى you should have gone to bed earlier last night. طب لو ما كانش المفروض shouldn't have gone، so كان المفروض تروح تنام بدري. You your friend yesterday as he was in a big problem. كان المفروض تساعد صديقك امبارح. لما اقول لك المفروض تساعد صديقك دلوقتي، يبقى should help، لكن الماضي من should help، should have وتصريف تاني. You should have helped your friend yesterday. 27. He have worn such heavy clothes. It wasn't cold outside. الجو ما كانش بارد، كان المفروض ان هو ما يلبس، ماشي. فانا كده بلوم واحد على ان هو عمل حاجة، يبقى he shouldn't have worn. I have practiced playing the piano last week. كان المفروض ان انا اتمرن على البيانو الاسبوع اللي فات. But I was lazy. لكن انا كنت كسول. كان المفروض ان انا اتدرب، يبقى انا بلوم نفسي، صح؟ يبقى I should have practiced. You have seen Hadi in the park this morning. He has been with me at my house all day. أكيد أنت شفت هادي في الحديقة النهاردة، ولا أكيد ما شفتش هادي في الحديقة النهاردة؟ ده deduction. لو أنت شفته بقول you must have seen. لو أنت ما شفتوش أقول يا إما you can't يا إما you couldn't. أنت شفته ولا ما شفتوش؟ بيقول لك ده هو كان معايا في البيت طول النهار، يبقى أكيد شفته ولا أكيد ما شفتوش؟ أكيد ما شفتوش، يبقى couldn't. طب لو أكيد شفته كانت هتبقى must. He have asked me before he took my bike. I am annoyed. كان المفروض يستأذني قبل ما ياخد العجلة. أنا دلوقتي متضايق. كان المفروض يستأذني، يبقى he should. ليه ما خدتش قوط؟ فين؟ مفيش قوط أصلا. يبقى he should have asked me before he took my bike. He have been a great doctor. He had the ability but he didn't want to work. هو كان ممكن يبقى دكتور عظيم، كان عنده القدرة، لكنه ما كانش عايز يشتغل دكتور. كان عنده القدرة، يبقى could have been a great doctor. علي have forgotten about the meeting. I told him this morning. علي أكيد نسي الاجتماع. أنا قلت له النهاردة الصبح. علي أكيد نسي. أكيد نسي ولا أكيد ما نسيش؟ أكيد نسي ميعاد الاجتماع. أنا أخبرته النهاردة الصبح، أنا لسه قايله الصبح، يبقى أكيد ما نسيش، صح؟ يبقى can't have forgotten. I more quickly if my suitcase hadn't been heavy. كنت هقدر امشي بسرعه،
كنت اقدر اكون امشي بسرعه اكتر لو ما كانش الشنط بتاعتي تقيله، كان هيكون عندي المقدره ان انا امشي اكتر لو ما كانتش الشنط بتاعتي تقيله. يبقى I could have walked، كان هيبقى يكون عندي المقدره ان انا امشي بسرعه لو ما كانتش الشنط بتاعتي تقيله. I called here but there was no answer، انا اتصلت بيها لكن ما كانش فيه اي اجابه، ما كانش فيه اي رد. She not left for Alexandria already، اكيد هي سافرت اسكندريه بالفعل. او احتمال تكون سافرت اسكندريه، يعني احتمال يبقى may have left for Alexandria، وانا اتصلت بيها كتير لكن ما ردتش، فاحتمال تكون، احتمال يعني may او might او could. ماشي. You have been rude to him. He is going to be really angry now. هو دلوقتي متضايق، ما كانش المفروض ان انت تبقى رود، ما وقح معاه، ما كانش المفروض ان انت تبقى وقح معاه. رود يعني وقح، عكسها بولايت. You shouldn't have been rude to him. فادي his exams as he seems happy. اكيد سامي عدى الامتحان، نجح في الامتحان صح، اكيد ده تنبؤ. as he seems happy، لان هو يبدو انه ان هو سعيد. احتمال يكون نجح في الامتحان لان هو يكون يبدو ان هو سعيد، يا اما احتمال يا اما اكيد. اكيد انما كانت دي لا يمكن ان هو يكون نجح في الامتحان، لا طبعا هو يا اما اكيد نجح في الامتحان يا اما احتمال يكون نجح في الامتحان لان هو سعيد. مفيش هنا اكيد، يبقى احتمال. فين الاحتمال دي اللي هي he could have passed his exam، هو احتمال ان هو يكون نجح في الامتحان لانه يبدو سعيد. We have donated some money to the poor. It was the right thing. كان دي الحاجة الصح إن إحنا نعملها، كان المفروض إن إحنا نتبرع بفلوس للفقراء، كان المفروض should have. طب ما فيش should have، إيه اللي بيساوي should have؟ ought to. He lawyer but he didn't and lost the case. هي نقط، كان المفروض يستشير محامي لكن هو ما استشارش المحامي وخسر القضية. يبقى كان المفروض، كان المفروض بتاعت المتاع، كان عنده القدرة، كان المفروض كان عنده القدرة ان هو يستشير محامي لكن ما عملش كده وخسر القضية. فين؟ يا اما الجملة دي حلها، يا اما he should have consulted، كان المفروض ان هو يستشير، او ان هو كان المفروض كان عنده القدرة وما عملش كده. يبقى he could have consulted lawyer but he didn't and lost the case. She is late. هي متأخرة. She have taken the wrong road. أكيد خدت، أكيد جت في طريق غلط. هي اتأخرت، فاحتمال تكون خدت طريق غلط أو أكيد خدت طريق غلط. احتمال يبقى مين. طب أكيد must. مفيش must يبقى مين. خلاص هي متأخرة يبقى أكيد خدت طريق غلط، أو احتمال may أو might أو could تكون خدت طريق غلط. He much harder during the term. He wasted much time. كان المفروض يشتغل أحسن في الترم، هو ضيع وقت كتير. كان المفروض، يبقى he should have worked. My brother to Cambridge University but he decided to study English. يعني أخويا كان عنده القدرة إن هو يروح يدرس جامعة كامبريدج لكن هو قرر إن هو يدرس مصر. كان عنده القدرة لكن ما عملش، يبقى could have gone. When you go to Paris، لما رحت باريس next month، لما أروح باريس الشهر الجاي، you not with my cousin، ممكن تقعد مع اخويا. you can stay او could stay. Sarah's mother warned her، حذرتها الا not to touch. طب حذرتها ان هي قالت لها المسي يبقى to touch، ما تلمسيش يبقى not to touch. you not yourself yesterday، it was the right thing to do but you didn't do it. كان المفروض ان انت تحترم نفسك امبارح لكن ما احترمتش نفسك. كان المفروض يبقى should have وتصريف تاني، لكن هنا ما فيش should have، يبقى you ought to have behaved yourself yesterday. The situation was bad، الموقف كان سيء، but it not worse، لكن كان ممكن يبقى أسوأ، it could have been worse. The trip was cancelled last week، الرحلة اتلغت الأسبوع اللي فات. ياسر anyway because he was ill، ياسر كده كده ما كانش هيسافر لأن هو كان مريض. مش ما كانش هيسافر، ما كانش هيسافر لأنه ما كانش، لأن هو كان مريض، ما كانش عنده القدرة إن هو يسافر لأن هو كان مريض. he couldn't have but.